فريق زراعي في البرازيل، وده على حسابي. وبالهيئات مش هناخد مليون رئيسة، وهتكون هي كمان بالاشراف على تنفيذ وقت مع الحكومات. بدون مقابل. بدون مقابل. هم هيشرفوا بدون مقابل، واحنا اللي هنطلع. ده تعمل في كل المزارع، كل المزارع. عملنا الكلام ده في مزارع مطار كراوس. وبعدين في المحضر التنفيذي. جات لنا المؤيسات بقى في مزارع الرتاش على طول بعد. ب 140 مع التشغيل، مع التشغيل برضه اتخاذ هي كده في المفروض اللي يسري على مزارع واحد ايه يعني على وش مين اللي لان هم الاثنين في نفس المدرسه معانا ده بس ده الكلام ده منطقي في عرف اللي احنا بنقوله يعني لكن الكلام ده مش منطقي لو لو جينا نحكي يعني اعتقد ان انا مش لا معاك ولا ضدك ولا معاك دور ولا ضد دور بس انا بتكلم كده كلام